اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. طبعا تدريب فريق النادي الاهلي انتهى منذ لحظات قليله على ملعب مختار التتش بالجزيره، وخلال الفتره الحاليه بيتسو موسيماني بيستعد للمرحله اللي جايه. عنده مرحلتين، مباراه دور الثمانيه مع ابو قير للاسمده اتحدد ميعادها ان شاء الله يوم السبت القادم في برج العرب، ثم نهائي افريقيا ان شاء الله يوم 27 بعدها باسبوع في استاد القاهره ان شاء الله. لكن اطير بسرعه الى ملعب مختار التتش بالجزيره مع الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي عشان عنده تفاصيل كتيره النهارده عن تدريب الفريق. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير عليك يا محمد، ده كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلت يا محمد، بالفعل هي مرحله مهمه جدا لفريق النادي الاهلي، مباراه الدور الثمانيه امام فريق ابو قير للاسمده في كاس مصر، وايضا الاستعداد للمباراه النهائيه امام نادي الزمالك يوم 27. تقدر تقول المران النهارده في تفاصيل كتير، وفي يعني بعض الامور اللي نقف عليها ونتكلم عليها. مستر بيتسو موسيماني في البدايه يا محمد كان ليه محاضره نظريه مع اللاعبين، ان هو بيتكلم مع اللاعبين على اهميه مباراه ابو قير الاسمده في كاس مصر، وان يعمل عمليه فصل تام للاعبين عن المباراه النهائي. ودي من النقاط المهمه جدا اللي مستر بيتسو موسيماني كان حريص ان هو يتكلم مع اللاعبين، لعيبه النادي الاهلي، خاصه ان في مجموعه موجوده مع المنتخب المصري، كان حريص ان هو اللعيبه يكون تركيزها مهم جدا في مباراه ابو قير الاسمده، عدم الاستهانه بالخصم وعدم النظر للوضع اللي وجوده في دوري الدرجه الثانيه او ترتيبه، التركيز كله انها بطوله من البطولات المهمه للنادي الاهلي، و حس اللاعبين على ضروره ان احنا ناخدها خطوه مهمه جدا وتكون دافع للاعبين قبل المباراه النهائيه. ايضا كان حريص ان هو يطمن على محمد هاني وجاهزيه محمد هاني، ومن خلال خلالك يا محمد ومن خلال قناه النادي الاهلي انا باكد لك جاهزيه محمد هاني ان شاء الله للمباراه النهائيه ان شاء الله امام الزمالك في دوري ابطال افريقيا. محمد هاني يومين بالظبط يا محمد هيكون موجود في التمرين المران الجماعي للنادي الاهلي، يعني تقدر تقول بصوره مؤكده محمد هاني موجود مع فريق النادي الاهلي في المران الجماعي عقب مباراه كاس مصر امام فريق سماد ابو قير. من الامور ايضا النهارده سعد سمير بيشارك في المران الجماعي بالتقسيمه، يعني شارك النهارده في التقسيمه الرئيسيه لفريق النادي الاهلي. دي كلها من العمل العين، دي لاول مره يا فاروق، اول مره سعد سمير يدخل التقسيمه الجماعيه لاول مره بالظبط يا محمد. النهارده اول مره سعد سمير يشارك في التقسيمه الجماعيه لفريق النادي الاهلي. الحاله اللي ظهر عليها سعد سمير اقول لك ان شاء الله سعد سمير واحد من الاضافات المهمه جدا للنادي الاهلي، واحد من العناصر الاساسيه للنادي الاهلي. ايضا من الامور المهمه جدا النهارده مشاركه احمد الشيخ بصوره جيده، مشاركه وليد سليمان، حاله التالق اللي عليها مروان محسن وايضا صالح جمعه، والحماسه بقى يا محمد اللي هنتكلم عليها على الناشئين. بمناسبه هذا الامر يعني عايز اقول لك ان احنا عارفين ان الفريق هيستأنف مرانه غدا في تمام الساعه 3 عصرا، لكن مستر بيتسو موسيماني عامل تقسيمه او تراي ماتش للاعبين الناشئين، جامع مجموعه اللاعبين الناشئين كلها ان شاء الله يكون على ملعب مختار تيتش، عامل تقسيمه ما بين فريقين علشان يقف على بعض العناصر اللي هيقدر ياخدها معاه في مباراه ابو قير للاسمده. مستر بيتسو موسيماني عايز يدي فرصه لمجموعه من اللاعبين الناشئين برضه في نطاق محدود، لكن عامل تقسيمه ما بين بعض اللاعبين في بعض المراكز. يعني مستر بيتسو موسيماني عنده مثلا في بعض المراكز مركز زي مركز الظهير الايمن عنده ابراهيم السيد لاعب 99، وعنده احمد سيد عبد النبي لاعب مواليد 2002. عنده ايضا محمد شكري في مركز الظهير الايسر، عنده بعض اللاعبين عايز يقف على بعض المراكز اللي تكون تدعيم لفريق النادي الاهلي قبل مباراه ابو قير الاسمده، وبالتالي عامل تقسيمه ما بين لاعبي الناشئين علشان يقف على اغلب العناصر اللي هتكون موجوده معاه في مباراه ابو قير الاسمده. النهارده حاله الحماس اللي عند اللاعبين وكل لاعب عايز يقدم نفسه ويثبت نفسه لمستر بيتسو موسيماني. ايضا من النقاط المهمه جدا يا محمد اللي برضه عايزين نتكلم عليها كريم نيدفيد زي ما احنا عارفين انه خلاص في المرحله الاخيره ومرحله مهمه جدا، بيعمل يعني في مرحله مهمه جدا مرحله التاهيل الاخيره ما بين الجلسات مع دكتور طارق عبد العزيز في الجيم وجلسات العلاج الطبيعي، ولكن الجري حول الملعب واحد من يعني من الحاجات المهمه جدا اللي بقول لك ان محمد ان شاء الله كريم نيدفيد خلاص قريبا ان شاء الله يكون واحد من العناصر المهمه لفريق النادي الاهلي. عايز اطمنك زي ما قلنا ايضا على عمرو السليه كان موجود النهارده واجرى جلسه في الجيم مع محمد هاني والاثنين كانوا موجودين، وعمرو السليه خلاص يعني ان شاء الله انا يعني عارفين ان هو بيغيب مع المنتخب مصر لحصوله على الانذار وهيكون موجود ان شاء الله مع النادي الاهلي. ايضا من النقاط المهمه عايز اطمنك على زمالنا الكابتن سيد عبد الحفيظ ان علي معلول وجيرالدو واليو ديانج هيكونوا وهينتظموا في التدريب النادي الاهلي يوم الخميس، وبالمناسبه النادي الاهلي هيعمل النهارده كان اجرى مسحه طبيه، يوم الخميس هيكون في مسحه طبيه
قبل المباراة ب 48 ساعة، عناصر كلها تكون موجودة. فريق النادي الأهلي هيكتمل القوام الكامل يا محمد يوم الخميس إن شاء الله في المرام، يكون علي معلول، هيكون ديانج، هيكون جيرالدو، علشان المسحة الطبية اللي هتكون قبل المباراة ب 48 ساعة. طيب حسين الشحات محمد زي ما قلت لك غدا، حسين الشحات يا فاروق، حسين الشحات طبعا على الصوره يمكن كان بيخضع لاجراءات المسحه دي ماده ارشفيه من قبل، لكن حسين الشحات دخل في التقسيمه الجماعيه الحمد لله، اصبح دلوقتي لائق طبيا للمشاركه في التدريبات الجماعيه ولا لسه؟ اطمنك يا محمد، بالفعل النهارده حسين الشحات شارك في التقسيمه الرئيسيه، وكان بعض الجمل او بعض الامور الفنيه، انت عارف احنا مش هنخوض في الامور الفنيه او التكتيك لمستر بيتسو موسيماني، كان جزء من محور التقسيمه بيتوقف على حسين الشحات وعلى كهربا وعلى صالح جمعه وايضا على الناشئ محمد حمدي عبد القادر لاعب النادي الاهلي اللي كان موجود من اللعيبه الناشئين، ايضا واحد هيكون من اللعيبه المهمه جدا، ايضا محمود وحيد من النقاط المهمه ايضا يا محمد. رامي ربيعه، انا عايز اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي النهارده، يعني رامي ربيعه في التقسيمه بيشارك بصوره اكثر من رائعه صحيا بدنيا، بتتكلم ان رامي ربيعه جاهز للمشاركه، جاهز للمباراه كاس مصر، جاهز لمباراه الزمالك. حسين الشحات النهارده يعني انا بقول لك بطمنك طيب. عليه وبطمنك على كل لعيبه النادي الاهلي. كم لاعب من قطاع الناشئين موجود في التقسيمه بالظبط؟ عدد اللاعبين قد ايه بالظبط يا محمد؟ سؤال مهم جدا. 18 لاعب موجود من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. 18 لاعب يعني انا عايز 18 لاعب موجودين من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ما بين حارس مرمى محمد طارق، وبتتكلم على رمضان ابو حطب، يعني لو هنستعرضهم مع بعض يا محمد، يعني لو الوقت معك يسمح سريعا ممكن نستعرضهم. طيب. نستعرض مراكزهم، مجموعه مهمه، عندنا احمد سيد عبد النبي ظهير ايمن، عندنا ابراهيم السيد ايضا ظهير ايمن، عندنا محمد شكري طبعا، عندنا احمد السيد بيلعب في خط الوسط المدافع، عندنا فهد جمعه راس حربه، مصطفى فوزي راس حربه، عندنا صالح نصر هداف بطوله الجمهوريه المسلمين الموسم الماضي وقبل الماضي، لاعب مواليد 99، عندنا حمدي عبد القادر، عندنا جلال احمد بيلعب في مركز خط الوسط المدافع، عندنا احمد نبيل كوك ايضا لاعب خط وسط مدافع، عندنا لاعب وليد مصطفى جناح هجومي ايسر، عندنا يعني بقول لك مجموعه من اللعيبه، محمد حسام ميدو لاعب قلب دفاع فريق الشباب بالنادي الاهلي، يعني زي ما بنستعرض يا محمد هي مجموعه مهمه جدا ومجموعه مميزه من اللاعبين، واحمد السيد قلت تمام يا فاروق كلهم بالتاكيد عناصر واعده باذن الله. تمام فاروق صلاح، فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، وبصراحه يعني اتكلمت في تفاصيل مهمه جدا، وكانت في بعض النقاط غايبه عن الجماهير في الفتره الاخيره، عدد اللاعبين المصعدين من قطاع الناشئين، بكره في تراي ماتش مباراه للعدد من القطاع لاعبي قطاع الناشئين عشان الجهاز الفني يبقى في رؤيه ليهم بالنسبه للمرحله اللي جايه، فان شاء الله باذن الله تكون الخطوات كلها الفتره الجايه استعدادا لمباراه الكاس ثم نهائي افريقيا تسير على ما يرام. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل ترند الأهلي وبعض الأمور اللي كتبت على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.